كل سنة وحضراتكم طيبين. بطولة أفريقيا بترجع لبيتها 3 شارع صالح سليم، مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة. ده المكان اللي متعودة عليه الأميرة السمراء، هي متعودة على المكان ده وتحبه ومستقرة فيه. يعني بنقول دايما كلامنا عن بطولة أفريقيا أنها البطولة الأغلى عند جماهير النادي الأهلي، وكل محبين النادي الأهلي هدفهم الرئيسي هو دوري أبطال أفريقيا. لكن أن أنت في آخر 5 سنين يبقى البطولة مستقرة عندك 4 سنين منهم، ده مش شيء سهل. أن أنت توصل 7-8 نهائيات على التوالي، ده مش شيء سهل. النادي الأهلي أي أرقام بالنسبة له بقت عادية، أي رقم بالنسبة للنادي الأهلي هو بقى رقم عادي جدا سهل تحطيمه. ليه؟ النادي الأهلي اللي عودنا على كده. جمهور النادي الأهلي خد ال 12 يوم السبت، يوم السبت الساعة 1 كان بيطالب بال 13. ده معنى إنك تكون أهلاوي. الكاس دي اتعودت على وجودها في الجزيرة، ومش دي بس، أي بطولة بيخشها النادي الأهلي الكاس بتاعتها متعودة على إنها تبقى في دولاب بطولات النادي الأهلي في الجزيرة. ده قدر أي أهلاوي، هو للأسف الشديد أنت مش مطالب منك أي شيء غير أن أنت تبقى بطل. الوصول للمباراة النهائية ده مش حلم بالنسبة لنا، أنت بتوصل للمباراة النهائية كل سنة. المركز الثاني ده زيه زي الأخير بالنسبة لك. ليه؟ أنت بتلعب في منظومة هدفها كله المركز الأول. دوري أبطال أفريقيا ال 12 هنحتفل بيه شوية بقى. ليه؟ لأن في فترة تقدر تحتفل بيها شوية، إحنا دايماً ما بنحتفلش. يعني دايماً بتاخد البطولة النهاردة، بكرة بتفكر في ال 13 لو عندك ماتش تاني، بتفكر في الدوري، بتفكر في أي بطولة أنت داخلها. يعني قدرنا المرة دي في البطولة ال 12 إن أنت عندك فترة التوقف الدولي دي هتحتفل بالبطولة ال 12 شوية، وجمهور الأهلي مش متعود على كده بالمناسبة يعني. لكن زي ما بقول لحضراتكم ده سيستم النادي الأهلي، النظام اللي ماشي على النادي الأهلي. تعمل أي حاجة أنت هتعملها في الآخر أنت هدفك المركز الأول في أي بطولة. البطولة المحببة لدى الجماهير هي دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي بالبطولة دي هيشارك لأول مرة في بطولة الانتر كونتيننتال. النادي الأهلي بالبطولة دي بيضرب رقم قياسي صعب، أقرب منافس ليك عنده 5 بطولات، أقرب منافس ليك، صعب جدا. يعني لازم حد ياخد البطولة 7 سنين ورا بعض عشان يجيب بس الرقم بتاع النادي الأهلي، وده مش شيء سهل. أنت بتلعب في نادي الأرقام القياسية بالنسبة له لا شيء، لا شيء. أي رقم قياسي ممكن تحلم بيه النادي الأهلي هو صاحبه، سواء ببطولة أفريقيا، سواء بالدوري المصري، سواء بأي حاجة.